يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. نستقبل مع حضراتكم بدايه اسبوع جديد، السادسه يرحب بكم. الحقيقه يمكن الكلام او بدايه الكلام هتكون بشعار كنا دايما بنقوله، اللي خايف يروح. ده كنا بنقوله في الوقت اللي بتحس فيه ان الدنيا بقت صعبه، لكن الاهلي الحقيقه دايما عودنا انه مفيش شيء مستحيل، ومواقف كتير جدا كانت اصعب بكتير جدا من اللي احنا فيه، عدينا منها ووصلنا لهدفنا. طبعا المشوار بقى صعب، لكن والاهم يعني الاهم من الموضوع ده مش فكره المنافسه والصراع على الثلاث نقاط بقد ما انه الموضوع ما بقاش بايدينا، ودي هي الحاجه الوحيده اللي مش مريحه جماهير النادي الاهلي، لكن واثقين في فرقتنا، واثقين ان هم قادرين يعملوا اللي عليهم، والباقي بقى ده بتاع ربنا. نرحب بحضراتكم ونطمنكم ان شاء الله على فرقتنا قبل مواجهه الثلاث اللي جاي مع طلائع الجيش. طبعا النهارده حضراتكم عارفين انه الفرقه في راحه وترجع بكره تستأنف تدريباتها، لكن خليني اقول ان انا في خلال اجازه الويك اند اللطيفه دي يعني قريت كتاب لطيف كده بيتكلم على حاجه اسمها قواعد فن التفويت للفريق الشديد. قواعد لطيفه جدا بتقول لك لما فريق يبقى عايز يفوت ماتش يعمل ايه عشان ما يبقاش الموضوع مكشوف قوي. اول حاجه ما تلعبش الماتش اللي قبليه جامد جدا، يعني لو انت عندك ماتش معين قررت انك انت واخد قرار قبل كده انك انت تفوت الماتش ده، ما تجيش الماتش اللي قبله تكسر الدنيا، لانه ما فيش فريق كيرفو بينزل مره واحده، ما فيش فريق خصوصا لما بيبقى بيلعب في منافسه طويله فيها دور اول فيها دور ثاني، دوري مثلا، كاس عالم مثلين، اولمبياد مثل ثالث، ما تجيش تعمل الدروب مره واحده، خلي الاداء في الماتشات اللي قبلها يؤدي لنتيجه منطقيه انك انت تقع في الماتش ده. ده نمره واحد. نمره اتنين، لما يبقى عندك فرقه مثلا فيها 8 لعيبه او فريق فيه 11 لعيب زي رياضه كره القدم مثلا، ما تخليش ال 11 كلهم يقعوا، يعني خلي دايما بحد اقصى 7 لعيبه مستواها يقع، لكن ال 11 كلهم ينزل مستواهم مره واحده برضو ده شيء يعني هيبقى مش منطقي او مش مفهوم او مش مبرر او على اقل تقدير يثير الشبهات. بيقول لك كمان في واحده من القواعد المهمه جدا، لو حصل مثلا على سبيل المثال ان المهاجم بتاعك انفرد بالمرمى وراوغ حارس المرمى وبقى هو والجون قدامه مفتوح، ما تخليهوش يرجع الكره لورا، خليه مثلا يشوط الارض او خليه يشوط الكره بشكل يبان انها قلشت من على رجليه. وقواعد تانيه كتيره جدا اللي عايز يستفيد منها الكتاب على كل الاحوال موجود. ارحب بحضراتكم بقى في السادسه ونخش في تفاصيل حلقه النهارده.